مرحبا، أنا كرتي كرتنا. مرحبا، مرحبا، أهلا أهلا بكم. بكم في فيديو ريتشي جديد بيتشي. جديد جديد إز ذيس كرتنا على قناتنا على قناتنا. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا. فيديو اليوم راح يكون جزء ثاني للفيديو هذا، راح بخليه لكم هنا فوق عشان تشوفوا الجزء الاول. الفيديو متعلق بموضوع الفرق ما بين الشباب الكوري في الدراما مع الواقع، يعني ايش الاختلافات وكذا. فرحت سالتهم بالانستغرام، سالتكم باليوتيوب ايش الاسئله اللي حابين تعطوني اياها في هذا الموضوع، بس لقيت انه كثير ناس نسيت انه هذا الفيديو على ايش بيتكلم، وصاروا يعطوني اسئله يعني ان جنرال ما لها علاقه بموضوع الشباب الكوريين وكذا. ولكن مو مشكله، ما كنتم مركزين معاي. ولكن مو مشكله، رجعت شفت اسئله ما جاوبنا عليها في الجزء الاول، وكمان جبت كذا سؤال من الانستغرام، ويعني باليوتيوب ما كان كثير اسئله، بس يلا المهم جمعت كذا كذا سؤال، خلينا نجاوب عليهم انا واكرم اليوم. يلا نبدا. فالاسئله انا كتبتها هنا، اخترت كذا سؤال وراح بسال اكرم وراح نتناقش فيه كذا ونعطيكم ارائنا او جوابنا على الموضوع. السؤال الاول بيقول شنو يفضل الشاب الكوري، البنت القصيره ولا الطويله، النحيفه جدا، الشعر طويل قصير. هي ثلاث اسئله جمعتها. المهم الاسئله تدور حول هذا الموضوع، يعني المظهر الخارجي ايش يحب الشاب الكوري. وخلينا نسال اكرم preference. What do you think? Just they might. just whatever. Yes. All the same, I think. يعني شباب الكوري منهم شخص واحد، ما ممكن نقول إيش يعني بيحبوا الشعر الطويل ما بيحبوا الشعر القصير، كلهم بيحبوا الشعر الطويل. فهذا على حسب شخصية كل واحد وعلى حسب إيش يحب هو يعني شخصيا. فما ممكن نلزم بهذا الموضوع. فيا يمكن أخذت فكرة إنه بيحب النحيفة مثلا جدا، من لأن الكوريات كده نحيفات. بس خليني أقولكم في كمان الممتلئات، وبشوف كتير كابلز بيكونوا مع بنت ممتلئة، الولد حتى يكون كتير سكيني وهي تكون ممتلئة وعادي يعني. فهذا إشي يرجع لكل شخص، ما ممكن نجزم بالموضوع هذا. السؤال الثاني بيقول هل من طبيعة الشباب الكوريين الاعتناء ببشرتهم ولا المشاهير فقط؟ رح نسأل كمان أكرم، خليه يتكلم معنا شوي. Oh, this generation is more take care of their stuff, more skin. Oh, yes. I think mostly it's like young people, like 20s, middle 20s. Right. It's those ones who take care of their skincare. But yeah, this is about skincare. But makeup, I don't think they do makeup. Yes, they don't do. Normal people don't. Yeah, normal people. Yes, right. فا يا الفكرة العامة عن الكوريين إنه الكل بيعمل ميك اب وإنهم شبه البنات ودائما يهاجموهم على هذه. يعني بشوف الكومنتات العرب كده لما تقولي لهم أنا بحب الكيبوب أو شيء، بيقولك إيش تحبي في هدول مثل البنات وهذه الأشياء. فالشعب عامة ما بيعملوا أولا الميك اب، ما بيعملوا ميك اب. الناس اللي بيعملوا ميك اب هم الايدولز، لأنه صورتهم لازم تكون يعني الخارجية حلوة وكده لأنهم بالمجال هذا. بس يعني الناس العادية ما تسوي هذا الاشي. بالنسبة للميك اب، بالنسبة لاعتناء البشرة، في فئة بس فئة قليلة، يعني الشباب في اوائل العشرينات كده بالجامعة يحبوا يهتموا بحالهم كده. فيا في هذه الفئة يمكن يعملوا سكين كير ويعتنوا ببشرتهم، بس مكياج ما بيعملوا. زوجي ما بيعمل ولا واحدة فيهم. Yes. When you was at university? When I was military. Military? Yes. You have time to do skincare. Just one lotion. كان يعمل لوشن لما كان في العسكرية. فيا الحين ما بيعمل ولا شيء. فيا نمر للسؤال الثالث، ما هي حدود السكين شيب أثناء المواعدة في كوريا؟ هل هي مثل الدراما؟ Think drama is just more drama is drama. No, what? More reality is more skinship, I think. More skinship and reality. What is the limit? Limit is between couple. Between couple? No limit, I think.
فا يا بيقول انه في الواقع بيكون كينشيب اكثر. وهل في ليميتس؟ لا ما في ليميتس. يعني هنا بنتكلم مع يعني كوري وكورية يعني على حسب. فما ممكن ما ممكن نقول اذا ما في ليميتس ما بين كوري وكورية ما بيكون ما حيكون في ليميتس مثلا ما بين كوري وجنسية ثانية. يعني على حسب لانه ثقافتهم في كوريا ما في مشكلة في الأشياء هذه. فهمتوني مع أنهم limits في أشياء ممكن تنعمل قبل الزواج عندهم عادي هذه في الكولتشر تبعهم. بس لو تبدل يعني البارتنر يعني الشخص الثاني مثل مع أجنبية فالأجنبية أكيد رح تضع له حدود ورح يحترمها أكيد. خلينا المرحلة للسؤال اللي بعده. إيش ردت الكوريين ردت فعل الكوريين على الزواج مع فارق بين سن كبير فارق سن كبيرة؟ خلينا نسأل أكرم إذا في كمان عندهم فارق سن كبير بكوريا. In Korea does like they get married with a big difference age difference in Korea. What is the most big age difference? I saw people 15. These days even this generation. Yeah, I saw before broadcast. بيقول إنه شاف من قبل فرق يعني بو كريم فرق عمر 15 سنة على تي في شو. But in general five or six خمس ست سنوات فرق. What are the Korean thinking about this very big age difference? Actually they choose if they like each other love each other it's okay. فبيقول لو يحبوا بعض انه اوكي حتى لو كان الفرق كبير بيتقبلوا هذا الاشي. اوكي السؤال اللي بعده السؤال هذا لي. This question is for me. شو اكتر شيء انصدمتي فيه من الثقافة الكورية؟ عشان قلت لكم سألتكم عن موضوع الفرق ما بين الشباب الكوري وكتبتوا لي اسئلة in general فهذا من الاسئلة اللي انكتبت هذه المرة. شو اكتر شيء انصدمتي فيه في الثقافة الكورية وكيف تعلمتي كوري؟ الحين لسه عم بتعلم كوري بفهم كوري اكتر من اني بتكلمه بس بفهمه احسن. وحسيت في السنة هذه الماضية في السنة الماضية هذه تحسنت فيه. ما بعرف ليش معني بشوف فيكم قاسة بشوف في التيفي لانه معطين شو. I was looking at the TV. It's disturbing me. Can you turn off? خلينا نطفيه عشان قاعدة بتكلم معكم بشوف في التيفي معرف. فلساتني بتعلم الحين ولسه حكيت لكم في الفيديو اللي قبل وين بتعلم وكيف المركز وكذا عطيتكم معلومات. فلسه الحين بتعلم وبفهم أكثر من أني بتكلم بيه. إيش انصدمتي في الثقافة الكورية؟ اثنين أشياء هي في نفس الوقت مضحكة ولكن ما قدرت أتقبلها في الأول. It's a farting. Fart. Tango. Each other. Next to each other and yeah. الإشي الأول إنه الكوريين عندهم عادي جدا. ما أعرف كيف أقولها بالعربي لأنه أحس لو قلتها بالعربي الموضوع مقرف. They fart next to each other وهذا شيء كتير عادي. رح بكتب لكم الترجمة لو ما فهمتوا إيش قلت بالإنجليزي. وعندهم إشي كتير عادي قدام والديهم زوجتهم عادي ويضحكوا بالموضوع كمان. فهذا إشي كتير كان غريب ولسه للحين أحسه غريب. يعني إحنا في الثقافة العربية ما بنعمل هذا الإشي جنب بعض. وحتى لو عملنا بالغلط بيصير وجهك كله ألوان وتنحرجي كتير ولكن هنا العكس تماما بيعتبروه حاجة عادية يعني جزء من الإنسان إشي طبيعي جدا وما بينحرجوا منه أبدا لو يضحكوا بالموضوع كمان. فيا بيعملوه مع بعضهم أو قدام بعضهم طول الوقت وعادي. فهذا إشي كتير غريب. الإشي التاني اللي كمان حسيته يعني صدمني كتير يوم شفته يعني شفت أكرم عمله إنهم عادي يتمشوا بس بالسروال الداخلي خليني أقول كده بالعربي قدام والديهم وإخوانهم وحتى لو كان عندهم أخوات عادي جدا. فأنا يوم شفت هذا الموضوع صدمني رحت أجري جبت له سروال قلت له إلا من سروالك. Not all Korean people. Not all. Yes. بيقول مو كل الكوريين. But it's not only you. Yeah. Other
فعندهم انا لاحظت انه في الثقافه الكوريه كثير اشياء احنا عندنا محرجه ما ممكن تنقال او ما ممكن تنعمل وهم بيعملوها او بيقولوها عادي جدا. انا تلاقيني الفعل مو انا اللي عملته، مثل زوجي اللي عامله قال انا اللي بتتغير فيه الالوان. يعني كثير محرج، كثير بنحرج انا في مكانه. فهذه من الاشياء اللي صدمتني، ما اعرف اذا كنتوا تعرفوها او لا، اكتبوا لي في الكومنت وقولوا لي اذا تعرفوا اشياء تانية عن الثقافه الكوريه كده وصدمتكم انتوا كمان. فيا هذول الاثنين اشياء يعني جزء من يعني جزء من العيش اليومي، وللحين بحسهم انهم كثير غريبين. اوكي the last question، السؤال الاخير بيقول شنو قصه المنحرفين ليش كتار يعني بالسوشيال بهذول الابس تبع التعارف وكذا، وبقصد كل ما تعتقدي انه شخص منيح يطلع العكس. That's why just it's online. Online is just not face to face. It's one reason. And second is I think they think foreigner is more open mind. Yeah. بيقول أول شيء إنهم ما بيكونوا face to face فبيعملوا أشياء ما ممكن يعملوها في الحقيقة. والثانية third. Yeah, thirdly is some of them is just play like this just for fun. And enjoy. Yeah, for fun. That's why it's very bad way I think. فالسبب الثاني بيقول لي انه بحسوا انه الاجانب فهم open mind اكثر فرح يتقبلوا بعض الاشياء يمكن هيك بيظنوا هم، وبيظنوا انه لو كنت من بلد ثاني حتى مثلا لو بلد عربي فانت اجنبي فبيقولوا الاجنبي انه it's okay. يعني الاوروبيين ويقولوا الاوروبيين الامريكيين very open mind، ولما بيشوفوا اي اجنبي ثاني من جنسية ثانية بيحسبوه مع الاجانب، يعني انهم كل الاجانب مثل بعض. وثالث شيء بيقول انه just for fun يعني هذا هيك هم بيستمتعوا هذا النوع من الناس وهم مريضين، وهذا الاشي بيقول انه ابدا مو جيد. ف yeah there are more these days more and more perverts. Really? On those kind of applications. 90% I think. More. People are shocked. Yeah, so many people creep. So many cheating in Korea too. I think too because so many Korean are not married. They just yeah, that's right. كمان لأنه في جزء كبير من الكوريين الشباب ما يعني بيقعدوا الوقت متأخر وما بيتزوجوا، بيصيروا في الأربعينات كده وما بيتزوجوا، فبيصيروا كده يعملوا هذه الأشياء السيئة. Yeah. Do you wanna say something? Happy New Year. هذا كان كل شيء، هذه هم الأسئلة اللي جاوبنا عليكم اليوم، أتمنى إنها فادتكم وتعلمتم منها يمكن أشياء جديدة عن الثقافة الكورية. شكرا لمشاهدة هذا الفيديو، نشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جاية، وأسفة لأني تأخرت كمان مرة في التنزيل، كنت تعبانة الأيام هذه، أول ما صرت منيحة اللي هو اليوم جيت على طول أعملكم فيديو. الخبر الجديد ان شاء الله راح اشارك معكم قريبا، لانه قلت لكم راح اشارك معكم في هذا الشهر، فانتظروا يمكن الفيديوهات الجايه راح يكون في خبر جديد. ويا اعتنوا بحالكم ونشوفكم في الفيديو الجاي. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.